وللمزيد أيضا ينضم إلينا سعادة النائب محمد عيسى العباسي، عضو مجلس النواب. مساء الخير سعادة النائب. مساء النور وأهلا ومرحبا فيك، ونهنئ يعني جلالة الملك في البداية وشعب البحرين بافتتاح دور الانعقاد الثالث من فصل تشرين الخامس. نعم سعادة النائب، يعني ما هي رؤيتك للدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس في ضوء المضامين الهامة لكلمة جلالة الملك المفدى؟ كيف ستستشرفون هذا الدور؟ بداية كلمة جلالة الملك كانت خارطة طريق للمجلسين في دور الانعقاد الثالث. نحن محظوظين في البحرين نملك قيادة سياسية لديها دائما التفاؤل والأمل في ظل ظروف يمكن تشهدها المنطقة بشكل عام في فضل يعني الجائحة اللي مرت على العالم الآن والتداعيات اللي صارت على كثير من الدول. نطلق مبادرات نوعية حقيقة لم تطلقها دول كبرى. هذا إنما يدل على يعني العمل المتواصل في البحرين بتوجيهات سيدي جلالة الملك وأيضا ب رؤية سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد. احنا قدمنا يمكن مبادرات كبيرة في البحرين في ظل الجائحة لم تقدمها كثير من الدول، الأرقام تثبت ذلك. نعم. اليوم احنا ننتقل إلى يعني في كلمة جلالة الملك إلى مشروع نوعي لدعم الشباب البحريني بإنشاء صندوق سمي بصندوق الأمل، وهو فعلا صندوق أمل للشباب البحريني حتى يتملكون مشاريعهم الخاصة وتكون لهم المبادرة في هذا الجانب. أيضا وجه في كلمة جلالة الملك، وأعتقد دور كبير يجب أن تقوم فيه اليوم السلطة التشريعية للنهوض بالاقتصاد البحريني بعد الجائحة، ويجب النظر الآن يمكن في بداية الدور راح تأتينا أيضا الميزانية العامة للدولة، وأعتقد أن دور السلطة التشريعية كبير أيضا في هذا الجانب بالتعاون مع السلطة التنفيذية. فهي خارطة الطريق رسمها سيدي جلالة الملك للسلطة التشريعية. نظل بإذن الله تعالى على العهد مع جلالة الملك وشعب البحرين أيضا بأن نقدم ما هو أفضل للبحرين بإذن الله تعالى. نعم سعادة النائب محمد عيسى العباسي، عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.